باب ما روي في جهم وشيعته عبد الله وما كان عليه من قبيح المقال. هو خلاص هو يعني إلى آخر الكتاب وهو يتكلم عن الجهمية وامتحان الجهمية وامتحانات على خلق القرآن. ونحن إن شاء الله عم شايف في الانتهاء من هذا الكتاب، وهذا يسعدني سعادة يعلم الله بها، يعلم الله بها. أقول إخوتي الكرام، باب ما روي في جهم وشيعته عبد الله. قال المصنف وروى بسنده عن مقاتل بن سليمان قال وكان مما علمنا من أمر عدو الله جل في علا جهم أنه كان من أهل خراسان من أهل ترمذ، وكان صاحب خصومات وكلام، وكان أكثر كلامه في الله. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله. فلقي جهم ناسا يقال لهم السنية فعرفوا جهما فقالوا له نكلمك، فإن ظهرت ظهرت حجتنا عليك دخلت في ديننا، وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك. فكان مما كلموا به جهما أن قالوا له ألست تزعم أن لك إلها؟ قال جهم نعم. فقالوا هل رأيت إلهك؟ قال لا. قال هل سمعت كلامه؟ قال لا. قالوا فسمعت له حسا؟ قال لا. قال فما يدرك أنه إله؟ قال فتحير جهم فلم يصل أربعين فلم يصلي أربعين يوما. شوف سبحان الله، إذا أراد الله من أراد الله فتنته جعل له أسباب الفتنة يعني أيسر ما تكون عليه. فلم يصلي أربعين يوما ثم استدرك حجته، ثم حج زنادقة النصارى، وذلك أن زنادقة النصارى تزعم أن الروح التي فيه في عيسى عليه السلام هي روح الله. من ذاك أعوذ بالله من غضب الله، كما يقال إن هذه الخرقة من هذا الثوب، فدخل في جسد عيسى فتكلم على لسان عيسى وهو روح غائب عن الأبصار. فاستدرك جهم من هذه الحجة فقال السمنية ألست تزعمون أن في أجسادكم أرواحا؟ قالوا نعم. قال هل رأيتم أرواحكم؟ قالوا لا. قال فسمعتم كلامها؟ قالوا لا. قال فشممتم لها رائحة؟ قالوا لا. قال جهم فكذلك الله عز وجل لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة وهو في كل مكان، لا يكون في مكان دون مكان. ووجدنا ثلاث آيات في كتاب الله جل في علا ليس كمثله شيء، وقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض لا تدركه الأبصار. فبنى أصل كلامي على هذه الثلاث آيات. غبي، ولأن الله تعالى أراد فتنته لأنه ما أراد الاعتدال ولا الاستواء، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ووضع دين الجهمية وكذب بأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتأول كتاب الله على تأويله. فاتبع من أهل البصرة من أصحاب عمرو بن عبيد وأناس من أصحاب أبي الحنيفة، فأضل بكلامه خلقا كثيرا. أعوذ بالله. يا رب استر علينا يا رب، يا رب استر علينا يا رب. التوفيق والخزلان من الله جل في علاه. فأنا كنت ليلة نهار أدعو الله جل في علاه، اللهم لا ترزقني إلا بمستقيم العقيدة راسخ في العلم. كنت أقول دائما اللهم لا ترزقني إلا بمستقيم العقيدة راسخ في العلم. أقول لإخوتي الكرام، فجهم يعني كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ القرآن بأسره فتأوله على ما اعتقد في قلبه على عقيدة النصارى. نعم. ثم أضل الله به خلقا كثيرا، جعله الله كالشيطان. الشيطان جعل الله تعالى ليضل أناس ويهدي آخرين، فالله المستعان رب العالمين. ولذلك روى المصنف عن مشوذة قال ترك جهم الصلاة أربعين يوما وكان في من خرج مع الحارث بن خريج. وفي رواية قال عن مقاتل بن سليمان وعباد بن كثير جاء شاب فقال ما تقول في قول عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه؟ فقال مقاتل هذا جهمي. من قال ويحك إن جهما والله ما حج البيت ولا جالس العلماء، وإنما كان رجلا أعطي لسانه. شوف هو اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، إنه يكون لسن أو فصيح أو له مناورة ومحاورة. المهم بالعلم، العلم هو قال الله قال الرسول، وليس كل ما ظهر للناس حتى يناظر أهل البدع إنه يكون عنده علم. افهموا بالله عليكم، افهموا في كثير دائما من أدخلوهم عليكم بهذه الطريقة وأنتم يعني ماذا أقول، وأنتم أغرار، وأنتم إيش لكم طيبة عالية. كثير ممن زعم أنه طالب العلم أخذ مبتدعا وركن عليه وجلس بجانبه ينشر له بدعته، ويقول لك أليس كان بيناظر النصارى، بيناظر العلمانيين، وهو أصلا نفسه مبتدع ضال. ما هذه المسائل التي أدخلت علينا أضاعت الدين في هذا الباب، ولكن ليس كثير من الناس يفهم ذلك ويفقه ذلك ويقف على ذلك. يعني لو تسمحون لي بعد إذن حضرتك يا ملك، لو تقولي له أستأذنه بأنني يعني أزوره الليلة بإذن الله تعالى رضي الله عنكم،
فالغرض المقصود هنا ادخال ولا استقطاء، ادخال احد على الناس مع عدم الثقل الموجود، هذا اضاعه للناس، هذا اضاعه للناس. ففهموا بالله عليكم، فهموا وفهموا كيف ان البدعه تتسرب بمثل ذلك الامر. نعم. وقال ابراهيم بن طهمان: حدثنا من لا يتهم غير واحد، ان جهما رجع الى قوله ونزع عنه وتاب الى الله، فانا ذكرت ولا ذكر عندي الا دعوت الله عليه. ما اعظم اورث اهل القبله من منطقه هذا العظيم، يعني هو افسد في الامه افسادا عظيما جدا. ولذلك شوف الواحد لا يدعي على احد، لكن اهل البدع قد يدعو عليهم، ان لم يدعو لهم بالهدايه يدعو عليهم، لان فتنتهم في الامه كبيره. وشوف جهم، الجهم لما السنيه ناظروه تخلص ببدعه النصارى، تخلص ببدعه النصارى، وهو يقول بان الله في كل مكان دون مكان ولا يحط مكان، وهذا الذي يقولونه. ولذلك اكثر السلف كفروا الجهميه، اكثر السلف كفروا الجهميه، وهم مع ذلك حقا الكفر يلحقهم، قالتهم كفر وفعلهم من افعال الكفر، لكن هناك من تريس واخذ بالتفريق بين النوع والعين، وقال يكفرون فعلا لكنهم ليسوا بكفار عينا حتى تقام عليهم الحجة وتزال عنهم الشبهة، والله يتولانا برحمته. هذا العام الذي يقول ناخذ خيره ونترك شره في هذا الباب، يعني ينظر فيه هل هو مؤسس للبدع او ليس مؤسسا، والبدع التي يتكلم بها عارضة ولا مش عارضة، واصوله ما هي اصوله. وبعد ذلك ان قالوا ذلك اقول لهم طيب شر 1 2 3 4 جنبوه لو تستطيعون فقط. نعم. الفوائد: نعم، جهم أخبث خلق الله، فجهم هو شيطان الأمة الإسلامية، جهم صفوان هو شيطان الأمة الإسلامية. وجوب إظهار بدعته لجميع الناس ومحاربة هذه البدعة لا نجاة إلا في التمسك بما كان عليه السلف. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى، يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.